اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الايام الماضيه وكما هو متوقع عاد الصدر، وبعد شهر او اقل من شهر من اعلان انسحابه من الانتخابات عاد وقال بانه سيشترك في الانتخابات. فاكد مقتدى الصدر يعني قناعه غالبيه العراقيين بأن قضية انسحابه من الانتخابات مجرد مناورة، مجرد تكتيك، مجرد لعبة، وعودته لم تكن مفاجئة. يعني لا يعتقد أحد بأن مقتدى الصدر قد فاجأ الجميع بعودته، بالعكس الكل كان ينتظر الإعلان عن العودة بين لحظة وأخرى، وهذا قد حصل عام 2013 عندما أعلن مقتدى الصدر انسحابه من الانتخابات اللي كانت قد جرت في عام 2014، ثم عاد إليها بنفس الطريقة ونفس الأسلوب. يعني في انسحابه قال قبل أكثر من شهر، قال أنه لنعود لهذه الانتخابات ولا ندعم أي قوة حزبية ولا ندعم أي جماعة وما لي علاقة وتعبت وهذه لا يفيد وذول الفاسدين والمخربين، كلام كبير. وعاد مرة أخرى ليقول أنه المصلحة اقتضت، يعني بالنص يقول المصلحة، قال جاء يعني اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات. لا إله إلا الله، ما هي هذه المصلحة؟ وأين كانت هذه المصلحة عندما قررتم الانسحاب من الانتخابات؟ ألم تكن حاضرة هذه المصلحة؟ ألم تكن مصلحة العراقيين هي الأساس؟ وقال أنه يعني قدموا لي القوى السياسية في العملية السياسية، قوى طبعا المشاركة بالانتخابات وقوى العملية السياسية، قدموا لي ورقة إصلاحية قال انها جاءت وفقا لتطلعاته هو. طبعا اول ما يقال كيف يمكن الوثوق بقوى سياسية، بورقة من قوى سياسية هي فاسدة، ورقة من قوى سياسية تقول انها ستكون اداة للبناء وهي طوال 18 سنة هي اداة للتخريب والدمار والسرقة والنيب والفساد، والشعب العراقي ثار ضدها وخرج بمظاهرات وقدم شهداء، قدم شهداء مئات بس ربما آلاف الشهداء قدم، واللي اغتالوهم واللي عوقوهم واللي هجروهم واللي ضد هذه القوى الفاسدة والخربة واللي هي أدت بالعراق إلى هذا الدرك الأسفل في الهاوية. كيف يمكن الوثوق بهذه القوى لأنها قدمت ورقة تقول بأنها مؤمنة بالإصلاح؟ أي إصلاح هذا؟ أليس هذا عيبا؟ أليس هذا ضحك على الناس وضحك على عقولهم؟ وكيف تضحكون على العراقيين بعد 18 سنة؟ لا يمكن. أهل العراق قد وعوا اللعبة، قد وعوا حقيقة ما يجري في العراق، قد وعوا أن كل قوى العملية السياسية والعملية السياسية كإطار حاكم للعراق هي أساس الخراب في العراق ويجب إزالتها. الانتخابات ولا أصلاحات ولا هذه الكذبة. وبالتالي عادة يشارك في الانتخابات المبكرة اللي ستجري في 10/10/2021. طبعا البعض سرب كثير من الشرط، قالوا انه هناك شرطين لمقتدى الصدر للعودة. الشرط الاول ان تؤجل الانتخابات لكي يستعدون جماعته جيدا للانتخابات، تؤجل الى موعد اخر. والشرط الثاني قال ان يخرج السيستاني بفتوى ضد اصحاب السلاح المنفلت الذين يهددون امن الانتخابات. طبعا الحالتين بغض النظر عن صدق هذه الشروط او كذبها، موجوده او غير موجوده، لكن في كل الاحوال لم يحصل هذا، لم يحصل ان اجلت الانتخابات. بالعكس الكل يؤكد على ان الانتخابات يجب ان تجري، هذه الانتخابات مبكرة يجب ان تجري في موعدها، والحكومه تقول ذلك والمفوضيه والكل يتحدثون بهذا الاتجاه ويريدونها بهذا الوقت، والسيستاني لم يخرج بفتوى ضد السلاح المنفلت. هذا واقع الحال. فبالتالي ما الذي جعل مقتدى الصدر ينسحب وما الذي جعله يعود؟ الحقيقة الذي جعله ينسحب واضح جدا، الامتصاص الغضب الشعبي. الشعب كان ثائر جدا جدا، وثورته كبيرة خاصة بعد حرق مستشفى الخطيب في بغداد، وبالتالي حرق مستشفى الحسين في الناصرية. كانت هذه القشة التي كسرت ظهر البعير مثل ما يقولون.
وانهيار الشبكة الكهربائية، والوزارتين وزارة الصحة ووزارة الكهرباء تابعة للتيار الصدري حاولوا إنكار أنها تابعة لهم، لكن حتى القوى السياسية اللي هم رفاقهم في هذه العملية السياسية قالوا أنها تابعة للتيار الصدري والتيار الصدري هو المسؤول عنها. فبالتالي كان لابد من يعني مثل ما يقول المثل الإنجليزي أن الشجرة الذكية هي التي تحني أغصانها عند هبوب الرياح، كان لابد أن يكونوا هم يعتقدون أنهم أذكياء ويحنوا رؤوسهم لكي تمر العاصفة، فكان الانسحاب. هذه الخطوة التكتيكية، خطوة مناورة بهذا الشكل. والآن اعتقدوا أن الفترة قد مرت، عادوا. عودتهم يريدون أن يقولوا جزء منها أنه يعني يريدون أن يلفتوا الانتباه إلى الواقع العراقي الداخلي، الشعب العراقي ينتبه للانتخابات ويذهب إليها، أي واحدة، ويعطوا رسالة وتنبيه للعالم الإقليم والعالم الخارجي دوليا بأن الانتخابات هذه مهمة لكي يهتموا بها، وهذا ما يعني ما يجري، وتوفير بيئة داعمة إقليميا ودوليا وحتى محليا لهذه الانتخابات بغض النظر عن وجود السلاح المنفلت، عن وجود الميليشيات، عن وجود الفساد، الخراب والدمار، عن نفس القوى التي تشترك في العملية السياسية يذهبوا للانتخابات. والنقطة الثالثة والأهم، لحشد أكبر لجماعته، ضبطهم وتحفيزهم للمشاركة بالانتخابات، جماعة سايرون. فبالتالي كانت خطوة معروفة، خطوة لم تكن مفاجئة بالعودة. العودة كانت متوقعة ولعبة ليست جديدة، لعبة تكتيكية، لعبة مناورة واضحة جدا كانت متوقعة، والدل على أنه هذه العملية السياسية وهاي كل أطرافها هم من كانوا ولا زالوا سيبقون أساس خراب العراق. وكيف يمكن قبول الشعب بكل هذه القوى مرة أخرى يروح يذهب لانتخابهم لكي يعيد تدوير كل هذه النفايات لكي يحكموه سنوات جديدة، لكي يسرقوا وينهبوا، ولكي يقول التيار الصدري أنه إحنا يجب أن نكون في سدة الحكومة، رئيس الوزراء من عندنا، لأنه ليس العراق يعني من نهضة وقيام من كبوته إلا بالتيار الصدري، إلا بوجود التيار الصدري في سدة الحكم. والتيار الصدري من عام 2018 لحد الآن هو بالحكم، ومن أول انتخابات 2005 لحد آخر انتخابات هو بالحكم، ومقتدى الصدري يقول لم تجري انتخابات في العراق إلا والتيار الصدري هو أساسه، ولولا وجود التيار الصدري لا تقوم انتخابات، هكذا كان يقول. طيب ما الذي تغير؟ وآخر آخر آخر حكومة شكلت كانوا 6 من الوزراء في عهد عادل عبد المهدي، 6 من وزراء هم من التيار الصدري، والآن في حكومة عادل عبد المهدي وزير الصحة وزير الكهرباء، والسرقات مستمرة، وبالتالي التيار الصدري في كل مكان، في دوائر الدولة، في مؤسساتها الأمنية والخدمية، في كل الأماكن هو له مواقع. فما الذي سيتغير؟ يعني إن جئتم بأحد على سدة الحكم، ما هو الكاظم يستمع إليكم وينفذ كل أوامركم، وأي واحد ممكن أن يستمع وينفذ أوامركم لأنه تابع للميليشيات وتابع لكم. فبالتالي لعبة مكشوفة ومناورة مكشوفة وخطوة تكتيكية مكشوفة ومعيبة وتهريج واضح جدا جدا، وشعب العراق أكبر من أن تمضي عليه أو تمر عليه مثل هذه الألعاب. مع الأسف الشديد هم يعتقدون أن عقولهم كبيرة لكن عقولهم صغيرة، لا يدركون أن الشعب العراقي أذكى منهم بكثير وسابقهم بمراحل بالتفكير والرؤية السديدة. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.